بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 30 من سلسلة دروس كتاب كنز الدقائق للإمام أبي البركات عبد الله ابن أحمد النسفي رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: أنت طالق واحدة أو لا، يعني إذا قال لها، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق واحدة، نعم، أو لا، يعني كذلك إذا قال لها أنت طالق ثنتين أو لا، أو قال لها أنت طالق ثلاثا أو لا، نفس الحكم، نفس الحكم. وكذلك لو أنه قال لها أنت طالق أو غير طالق، أو قال لها أنت طالق أو لا، إذن هذه صور، نعم، جميعها لو قالها الرجل لامرأته قال فهو لغو، لا يقع شيء، لا يقع شيء. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق واحدة أو لا، بمجرد ما قال أو لا، أو لا، يعني هذا الطلاق كان لغوا، كان لغوا، ولا يقع شيء، ولا يقع شيء. أو مع موتي، أو قال لها، قال لزوجته أنت طالق مع موتي، أو مع موتك، لغو، يعني كذلك فهو لغو، يعني لا يقع الطلاق. إذا قال لها أنت طالق مع موتي، أو أنت طالق مع موتك، كذلك هذا طلاق لغو، لا يقع شيء، لأنه أضاف الطلاق، أضاف الطلاق إلى حالة تنافي إيقاع الطلاق، تنافي إيقاع الطلاق. فلما قال أنت طالق مع موتي، يعني الطلاق مقترن للموت، والإنسان عندما يموت ليس أهلا، فقد أهليته لإيقاع الطلاق. وكذلك عندما قال لها أنت طالق مع موتك، أضاف الطلاق إلى موضع فقد أهلية إيقاع الطلاق عليه، فلذلك لا يقع شيء. نعم، لأن مع هنا لما قال أنت طالق مع موتي، مع موتي، هي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هي للقران، هي للقران حقيقة. فلا يمكن أن يكون الطلاق مقارنا للموت. قال: ولو ملكها، يعني ملك الزوج زوجته، كان أول شيء هو متزوجا أمة، كان متزوجا أمة، ثم اشتراها كلها، أو وهبت له، أو اشترى جزءا منها. ولو ملكها، أو شقصا جزءا، أو ملك جزءا منه، المهم دخلت إلى ملكه بأي طريقة من طرق الملك، من طرق الملك. يعني مثلا تزوج مثلا أمة أبيه، ثم مات أبوه، ثم ورثها. قال: ولو ملكها أو شقصا جزءها، جزء شقصها، أو شقصها، يعني جزءها، أو ملكته، هي متزوجة، تزوجها عبد، تزوجها عبد، فإذا بها تشتريه كله، أو تشتري جزءه، أو توهب العبد، أو ترث العبد، أو ترث جزءه، إلى غير ذلك. كذلك ملكته كله أو شقصا منه بأي طريقة من طرق الملك. ولو ملكها أو شقصها، أو ملكته أو شقصه، بطل العقد. هنا بطل العقد بمعنى انفسخ العقد، انفسخ عقد النكاح، انفسخ عقد النكاح. نعم، ليه؟ يقال لوجود
المنافاة بين الملكين، ملك النكاح وملك الرق، لوجود الفرق المنافاة بين ملك النكاح وملك الرق، ملك الرقبة. فلوجود هذه المنافاة ينفسخ النكاح، ينفسخ النكاح، فهنا بطل العقد بمعنى انفسخ، انفسخ عقد النكاح. وإذا قلنا انفسخ العقد النكاح، هذا انفساخ ليس طلاقان، لا تحتسب به طلقة، وإنما هو فسخ وليس طلاقان. قال فلو اشتراها، اشترى زوجته، اشترى زوجته وطلقها لم يقع الطلاق، يعني اشترى زوجته التي كانت هي أمة ثم طلقها لم يقع الطلاق عليها. ليه؟ لماذا؟ قال لأن الطلاق يستدعي قيام النكاح، والنكاح الآن لا يبقى مع المنافي، النكاح لا يبقى مع الرق، مع الرق. نعم. الله. قال فلو اشتراها وطلقها لم يقع النكاح. طيب السؤال الآن فلان تزوج أمة ثم اشتراها، ماذا حصل؟ فسخ النكاح بينهما، طلقها لا يقع الطلاق، هل عليها العدة أم لا تجب عليها العدة؟ قال لا تجب عليه العدة. ليه؟ قال لأنه يملك أن يطأها بملك اليمين، الآن كان يطأها بملك النكاح، الآن يطأها بملك اليمين. نعم. فإذا قلنا يجب عليها العدة، فيكون قد اجتمع الحلال والحرام، يحل له أن يطأها ويحرم عليه أن يطأها لأنها في العدة. نعم. فلذلك قالوا لا عدة لها ويجوز له أن يطأها. نعم. أما لو أراد أن يزوجها لغيره، طبعا ليس له ذلك حتى تنقضي عدتها منه، يعني بعد أن ملكها انفسخ العقد، هو له أن يطأها، لا عدة عليها منه. فإذا أراد أن يزوجها لشخصين، قال ليس له ذلك حتى تنقضي عدتها، حتى تعتد. قال أنت طالق ثنتين، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك، أنت طالق ثنتين، يعني الآن زوجته أما زوجته أمة، قال لها أنت طالق ثنتين طلقتين. وأنتم تعلمون أن جنس طلاق الأمة ثنتان، وجنس طلاق الحرة ثلاث، يعني كان متزوجا لأمة طلقها ثنتين لا ترجع له حتى تنكح زوجا غيره. فالمهم الآن قال لزوجته وهي أمة أنت طالق ثنتين، يعني جنس الطلاق نعم الذي يقع به بينونة، يقع الطلاق بائنا بينونة كبرى، قال لها أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك. فأعتق له الرجعة، يعني فأعتق المولى السيد الزوجة المحلوفة عليها، أعتقها. قال له للزوج الرجعة، للزوج الرجعة. ليه؟ لأنه كما مر معنا قبل قليل هنا أن مع للقران، فهو الآن علق الطلقتين بالإعتاق، نعم. والفقهاء يقولون المعلق دائما، المعلق، أنت إذا قلت لزوجتك أنت طالق إن دخلت الدار، المعلق يقع قبل الشرط أو بعد الشرط؟ المعلق يقع بعد الشرط. نعم. فهنا علق الطلاق بالعتق،
فيقع الطلاق بعد العتق. وبعد العتق هي حرة أم أما؟ هي حرة، فتقع طلقتان فيملك أن يراجعها، يملك أن يراجعها لأن هذا الطلاق وقع بعد العتق، وهي بعد العتق حرة فيكون طلاقها ثلاثا، وقد طلقها ثنتين فيراجعها. هذا معنى قول قال إذا قال الرجل أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك، فأعتق له الرجعة، له أن يراجعها، لأن الواقع كان طلقتين، الواقع كان طلقتين. قال ولو تعلق عتقها، ولو تعلق عتقها وطلقتاها، تعلق علق عتقها وطلقتاها، وهي أما يعني كما معروف، كما هو معروف بمجيء الغد. معنى هذا الكلام قال المولى لأمته، قال المولى السيد لأمته إذا جاء غد فأنت حرة، إذا جاء غد فأنت حرة. وقال لها زوجها، زوج هذه الأمة نفسها إنا، قال لها إذا جاء غد فأنت طالق ثنتين، إذا جاء غد فأنت طالق ثنتين. قال فجاء يعني جاء الغد، إذن الزوج علق الطلاق الثنتين على مجيء الغد، والسيد علق العتق على مجيء الغد، علق العتق. قال فجاء الغد، قال لا، يعني لا يملك الزوج الرجعة، قال وعدتها ثلاث حيض، لماذا؟ قال لأن العتق، والطلاق تعلقا بشرط واحد، فالعتق، نعم، صادفها العتق، وهي أمة، نعم. لما قال، لها سيدها إن جاء غدا فأنت طالق، فالعتق الآن، صادفها وهي أمة، فتكون الطلقتان، كذلك قد صادفتاها وهي أمة. العتق، صادفها وهي أمة، وبالتالي يكون، تكون الطلقتان قد صادفتاها وهي أمة، فتحرم عليه حرمة غليظة، يعني تكون منه طلاقا طالقة طلاقا بائنا. نعم. وعللوا ذلك بأن زمان ثبوت العتق هو نفسه زمان ثبوت الطلاق، والله تعالى أعلم. طبعا هذا بخلاف المسألة الأولى، وهي أنه لما قال أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك، يعني هو لما قال أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك، نعم، هناك العتق، هناك شرط، لما قال أنت طالق مع عتق مولاك، يعني جعل العتق شرطا للطلاق، وقلنا بأن المعلق يوجد بعد الشرط، فكان هناك فرق بين المسألتين. قال لزوجته أنت طالق هكذا، وأشار بثلاث أصابع، أنت طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع، فهي ثلاث، لأن الإشارة، بالأصابع تفيد، العدد، فلو قال لها مثلا أنت طالق هكذا، قلنا تقع ثلاثا أم تقع ثنتان؟ قال الفقهاء المراد بالإشارة الأصابع المنشورة وليس الأصابع المضمومة، هكذا يعني ثلاثة، هكذا يعني ثنتان، هكذا يعني وحدة، هكذا يعني ثلاث،
يعني ثنتان وليس ثلاث، فالمراد بالأصابع إذا أشار بالأصابع المنشورة، يقع الطلاق بالأصابع المنشورة وليس الأصابع المضمومة. قال: أنت طالق بائن أو البتة. شرع الآن يعني تكلم سابقا الشيخ عن الطلاق الرجعي، تكلم عن الطلاق الرجعي، الآن شرع في الكلام عن الطلاق البائن، عن الطلاق البائن. قال لزوجته: أنت طالق بائن، أنت طالق بائن أو البتة، أو البتة. الله. أو أفحش الطلاق، أنت طالق بائن أو البتة، أو أفحش الطلاق، أنت طالق أفحش الطلاق. أو طلاق الشيطان، قال: أنت طالق طلاق الشيطان. أو البدعة، أو طلاق البدعة، طلاق البدعة. لما قال الطلاق البدعة، طلاق البدعة، خرج بذلك طلاق الطلاق الرجعي، لأن طلاق الرجعي ليس بدعة، ليس طلاقا بدعيا. هنا أو كالجبل، أنت طالق كالجبل. أو أشد الطلاق، أنت طالق أشد الطلاق. أو كألف، أو ملء البيت، أو تطليقة شديدة، أو طويلة، أو عريضة. قال: فهي واحدة بائنة إن لم ينوي ثلاثا، إن لم ينوي ثلاثا. نعم. أما لو نوى ثنتين لا يقع إلا واحدة. نعم. الطلاق البائن والطلاق الكنائي، طلاق البائن والطلاق الكنائي لا يقع إلا إن نوى ثلاثا أو واحدة، أما إن نوى ثنتين فلا يقع، لا يقع إن نوى ثنتين. قال: فصل في الطلاق قبل الدخول. قال: طلق غير الموطوءة، يعني غير المدخول بها، طلق غير المدخول بها ثلاثا. قال لمن عقد عليها ولم يدخل بها، قال لها: أنت طالق ثلاثا. وقعت ثلاث طلقات. قال: وقعنا، وقعنا. نعم. الله. قال: وإن فرق، يعني فرق الطلاق، فرق الطلاق، قالها: أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق. ما الحكم؟ قال: بانت بواحدة، بانت بواحدة. قالوا: ولكن هذا إن كان بغير حرف عطف، أما لو قال أنت طالق وطالق وطالق، أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، قد تقع ثلاث. هذا إيش؟ لغير المدخول بها، غير الموطوءة. فإذا إذا قال أنت طالق ثلاثة لغير المدخول بها وقع الثلاث طلقات، إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، تقع طلقة واحدة فقط، أو أنت طالق طالق طالق، تقع طلقة واحدة فقط. قال: وإن فرق بانت بواحدة، بانت بواحدة فقط. نعم. قال: ولو ماتت، يعني لما قال لها أنت طالق 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 هكذا متفرقة، فلما قال لها أنت طالق الآن بانت منه، أن بالأصل إنسان لو قال لزوجته غير المدخول بها أنت طالق، تقع واحدة بائنة، تقع طلقة بائنة، تلقى واحدة بائنة تقع. فإذا قال لها أنت طالق وقعت الآن الطلقة البائنة، ثم قال أنت طالق، فالثانية لا تقع. ليه؟ لأنها لا تجد محلا تقع فيه، لا تجد محلا تقع فيه. قال: ولو ماتت بعد الإيقاع، يعني ماتت المرأة المدخول بها وغير مطلق المرأة، مطلق المرأة ماتت، ولو ماتت بعد الإيقاع، بعد قوله يعني أنت طالق، قبل العدد، قبل أن يتم العدد، يعني قال لها أنت طالق فماتت، ثم قال بعد ذلك ثلاثا أو ثنتين، ما الحكم؟ قال: لغى كلامه، فلم يقع شيء من هذا الطلاق. أعيد: قال لزوجته أنت طالق فماتت،
ثلاثا على فرض حصلت هذه الصورة، قال لا يقع الطلاق، لا يقع شيء. قال ولو ماتت سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، ولو ماتت بعد الإيقاع قبل العدد، يعني قبل تمام العدد، قبل قوله واحدة أو ثنتين أو ثلاث، قال لغى طلاقه وكلامه، فلم يقع شيء، فلم يقع شيء. نعم. قال ولو قال أنت طالق واحدة، لو قال الزوج الرجل لزوجته غير المدخول بها، لو قال الرجل الآن لزوجته غير المدخول بها، إذا المسألة قبل هذه لو ماتت هذه مطلقا للمدخول بها وغير المدخول بها، الآن رجع فتكلم عن غير المدخول بها، فقال لو قال الرجل يعني لزوجته غير المدخول بها، لو قال أنت طالق واحدة وواحدة، تذكرون قبل قليل لما قلنا لو قال لغير المدخول بها أنت طالق طالق طالق، قلنا بشرط أن يكون إيش لغير بدون عطف، بدون عطف، أما لو عطف لها حكم آخر ذكره الآن، ذكره الآن. ولو قال يعني لزوجته غير المدخول بها أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة وواحدة، نعم، الله. قال ولو قال أنت طالق واحدة وواحدة أو قبل واحدة، قبل واحدة أو قبل واحدة، كذلك هنا تقع، كذلك هنا طلقة واحدة، قال لزوجته غير المدخول بها أنت طالق واحدة وواحدة، تقع كذلك هنا طلقة واحدة، لأنه لما كما قلنا قبل قليل لما قال لها أنت طالق وقعت بانت بالأولى، بانت، وذكرنا هذا أكثر من مرة، أن الطلقة، أن طلاق الغير المدخول بها يقع بائنا، يقع بائنا، نعم، فلما قالها أنت طالق وقعت واحدة بائنة، وأنت طالق لا تصادف مكانا لها، أو إذا ولو قال أنت طالق واحدة وواحدة أو قبل واحدة، يعني أنت طالق واحدة قبل واحدة، أنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة، أو قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة، كذلك تقع واحدة، تقع طلقة واحدة بائنة، قال لها أنت طالق واحدة قبل واحدة، فوقعت هذه القبلية فقط، والثانية عندما تريد أن تأتي لا تقع لأنها لا تصادف مكانا، وكذلك لو قال لها أنت طالق واحدة بعدها واحدة، إن عم تأتي هذه البعدية فلا تجد لها مكانا لأن الأولى قد وقعت والطلاق بائن. أما لو قال، قال وفي بعد واحدة، لو قال أنت طالق واحدة بعد واحدة، أو قال أو قبلها واحدة، قال أنت طالق قبلها، أنت طالق واحدة قبلها واحدة، أو مع واحدة، أنت طالق واحدة مع واحدة، أو أنت طالق واحدة معها، معها واحدة، قال يقع ثنتان، يقع طلقتان. قال إن دخلت الدار، قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة، إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة، فدخلت تقع واحدة، إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة، فدخلت تقع واحدة، نعم. طبعا هذا كذلك لغير المدخول بها،
لغير المدخول بها. نعم، لأنه لو نجز الطلاق لغير المدخول بها وقال لها أنت طالق واحدة وواحدة تقع واحدة. كذلك المعلق بالشرط، المعلق بالشرط كالمنجز، كالمنجز عند وجود الشرط، يعني كأنه طلقها لما دخلت الدار، كأنه قال إن دخلت الدار لأطلقنك، فلما دخل الدار قال دخلت الدار قال أنت طالق وطالق تقع واحدة. فإذا الواقع عند الشرط، الواقع المعلق بالشرط، المعلق بالشرط كالمنجز عند الشرط، كالحاصل عند الشرط، المعلق بالشرط كالحاصل عند الشرط. نعم، ولهذا الكلام الصورة أحبابنا كما قلنا هو متعلق بغير المدخول بها، بغير المدخول بها. قال إن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت تقع واحدة. وإن أخر الشرط، وإن أخر الشرط فثنتان، وإن أخر الشرط فثنتان، أيوة، بأن قال أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار، إن دخلت الدار. نعم، فدخلت الدار، دخلت الدار قال يقع ثنتان، قال فثنتان. نعم، لماذا وقع ثنتان هنا؟ قال لأن صدر الكلام أنت طالق واحدة وواحدة توقف على آخره، توقف على آخره إن دخلت الدار. نعم، فلما قال أنت طالق وطالق هذا صدر الكلام، تعلق على وتعلق على آخره الذي هو إن دخلت الدار، فلما دخلت الدار، لما دخلت الدار يكون قد تعلق الكل بالدخول، فإذا دخلت وقع الكل جملة، وقع الكل دفعة واحدة فتقع طلقتان، تقع طلقتان. نعم، باب الكنايات، باب الكنايات. قال لا تطلق بها بالكنايات إلا بنيته، إلا بنية الطلاق أو دلالة الحال، أو دلالة الحال، لأن ألفاظ الكنايات كما تعلمون أحبابنا ألفاظ غير مختصة بالطلاق، غير مختصة بالطلاق، بل هي ألفاظ وكلمات تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. فإذا كانت الكلمة تحتمل الطلاق وتحتمل غيره ما الحكم؟ قال لا بد من مرجح يرجح هل المراد الطلاق أو غيره، والمرجح هنا إما النية أو دلالة الحال، المرجح إما النية أو دلالة الحال. ما المراد بدلالة الحال؟ قالوا المراد بدلالة الحال نعم أمران، واحد من أمرين، واحد من أمرين، إما مذاكرة الطلاق، مذاكرة الطلاق أو حالة الغضب، أو حالة الغضب، هذه هي دلالة الحال. قال فتطلق واحدة رجعية، يعني تطلق الزوجة بالطلاق بألفاظ الكناية طلقة واحدة رجعية، يعني هذا إذا وإن وجدت النية أو وجدت دلالة الحال على أنه أراد بذلك الطلاق، أراد بذلك الطلاق. قال فتطلق واحدة رجعية، نعم واحدة رجعية فاعتدي. هنا لابد من التنبيه أحبابنا، هناك عندنا ألفاظ كناية، ألفاظ كناية سيذكرها الآن، وهي الأولى أظن أربع ألفاظ فقط، أظن أربعة أو أربعة أظن من ألفاظ الكناية، نعم يقع فيها الطلاق رجعيا، يقع فيها الطلاق رجعيا، نعم، ويقع فيها كذلك تقع الثنتان لو نوى الثنتين، وتقع ثلاثا لو نوى ثلاثا، وهي من ألفاظ الكناية، وهي من ألفاظ الكناية. قال فتطلق واحدة رجعية إلى وكذا ثنتان أو ثلاث إن نواها، فتطلق واحدة رجعية كما هو الحال في الطلاق الصريح، يعني فتطلق واحدة رجعية في اعتدي، فيما أنه فيما لو قال لزوجته
اعتدي. وقد فعل هذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع سودة رضي الله تعالى عنها لما قال لها اعتدي، ثم راجعها بعد ذلك. فلما راجعها ظهر لنا أن قوله اعتدي هو من ألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق رجعيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام راجعها وهي في العدة. فلو كان اعتدي من ألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق بائنا لما راجعها. فتطلق واحدة رجعية في اعتدي واستبرئي رحمك. نعم، وجعلوا استبرئي رحمك جعلوه صريحا يعني بما هو المقصود من العدة، وهو براءة الرحم. نعم، فيكون قوله استبرئي رحمك بمنزلة اعتدي، لأن المقصود من براءة الرحم، أو المقصود من العدة، لأن المقصود من العدة براءة الرحم. فإذا قال لها استبرئي رحمك قالوا هذه نازلة منزلة اعتدي. نعم، فيقع الطلاق واحدة رجعيا. نعم، قال وأنت واحدة. إذا كم لفظ الآن عندنا؟ أربعة ألفاظ. قال في اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة. هذه ثلاثة ألفاظ هي من ألفاظ الكناية، ويقع فيها الطلاق رجعيا. قال وفي غير هذه الثلاثة المذكورة، نعم، من ألفاظ الكناية يقع الطلاق بائنا، يعني تلقى طلقة واحدة بائنة. وفي غيرها بائنة، طلقة واحدة بائنة، وإن نوى ثنتين. نعم، يعني لو أن إنسان مثلا طلق زوجته طلقة ثم بعد ذلك طلقها بطلاق الكناية ونوى طلقتين، هل نقول له الآن حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك؟ نقول له لا، الآن هذا نية الثنتين في طلاق الكناية لا تقع، تقع طلقة واحدة فقط، فالآن ترجع زوجتك إن شئت بعقد جديد، لأن هذا طلاق بائن الآن، و بقي لك عليها طلقة واحدة. قال في غيرها بائنة وإن نوى ثنتين، وتصح نية الثلاث، لأنه كما ذكرنا أكثر من مرة لما نوى الثلاث فقد نوى جنس الطلاق، جنس أو نوى كل الجنس، نوى كل الجنس، فيصح. نعم، لذلك قالوا تصح نية الثنتين لو كانت زوجته أما، تصح نية الثنتين لو كانت زوجته أمة. قال وفي إطه، وتصح نية الثلاث. قال وهي يعني الكنايات، ألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق البائن، وهي يعني ألفاظ الكناية التي يقع الطلاق بها بائنا، ما هي؟ قال بائن أن يقول لزوجته أنت بائن، بتة من البت وهو القطع، فيحتمل أنه أراد بقوله أنت بتة أنها مقطوع، انقطع النكاح بيني وبينك وهذا طلاق، ويحتمل أنه أراد بقوله أنت بتة يعني منقطعة عن الأخلاق، منقطعة عن الخير، لا خير فيك إلى غير ذلك، فلا بد من المرجح. بتة وبتلة، بتلة كذلك من التبتل وهو القطع، كذلك من التبتل وهو القطع، وتبتل إليه تبتيلا يعني انقطع إلى الله عز وجل بالعبادة. فإذا بتلة كذلك من الانقطاع، أنت بتلة، أنت حرام،
أنت حرام. نعم. خلية كذلك، خلية أنت خلية من الخلب، يحتمل أن تكون خالية من الخيرات أو خالية من النكاح مني فيكون طلاقا، فلا بد من المرجح، لا بد من المرجح. فهي ألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق واحدا أو ثلاثا إن نوي بائنا. حرام خلية برية كذلك، أنت برية، هذا من البراءة، من البراءة، فيحتمل أنها براءة من، أنها بريئة من الأخلاق الفاضلة، ويحتمل أنها بريئة من النكاح الذي بينه وبينها. وأنت برية، أنت برية. قال حبلك على غاربك كذلك، حبلك على غاربك كذلك، هذا يدل على التخلية، يدل على التخلية، حبلك على غاربك، يعني بمعنى اذهبي حيث شئت، اذهبي حيث شئت، لأنه لا سلطان لي عليك، يحتمل هذا الكلام، أو اذهبي حيث شئت لأنه لا توجد أخلاق تمنعك أو مبادئ تردعك. إذا كذلك احتمل أمرين أو ثلاثة، فلا بد من مرجح، فكان من طلاق الكناية. حبلك على غاربك، الله. الأصل في الغارب أحبابنا، الأصل في الغارب، ما قال حبلك على غاربك، الأصل في الغارب هو ما بين، هي عندنا الناقة، عندنا الناقة لها هكذا سنام، لها سنام، وهذا عنقها، المكان الذي بين السنام وبين العنق يسمى غاربا، يسمى غاربا. وكانوا في الماضي إذا أرادوا أن يرسلوا الناقة، أن يرسلوا الناقة، يطلقون حبلها، نعم، يطلقون حبلها، نعم. الحبل أين يكون موجودا؟ يكون موجودا على الغارب، يكون موجودا على الغارب الذي هو بين السنام وبين، عفوا، بين السنام وبين العنق. وحبلك على غاربك كذلك، تقع فيها طلقة واحدة بائنة. قال الحقي بأهلك كذلك، قال لزوجتي الحقي بأهلك. لماذا الحقي بأهلك؟ كان هذا من ألفاظ الكناية، كان من ألفاظ الكناية، كأنه يحتمل أن يقول الحقي بأهلك لأني طلقتك، الحقي بأهلك لأنني طلقتك، أو معنى قولي الحقي بأهلك يعني أهلك على خلق ودين وتقوى، فسيري سيرهم وانهجي نهجهم، فلا يكون طلاقا، لا يكون طلاقا، فيكون هذا من باب الكناية، يكون من باب الكناية، فلا بد من مرجح. إنا. أو يقول أن كل المراد الحقي بأهلك يعني اذهبي به، اذهبي اللي عندهم لزيارتهم إلى غير ذلك. قال وهبتك لأهلك، وهبتك لأهلك، إنا. وهبتك لأهلك، يحتمل أن يقول أنه وهبتك لأهلك أنها كانت مذنبة معه، فيقول لها عفوت عنك من أجل أهلك، لأنني أعظم أهلك. ويحتمل أن يكون وهبتك لأهلك يعني وهبتك لهم لأنني طلقتك، إذن يحتمل وهبتك لهم لأني عفوت عنك، ويحتمل وهبتك لهم لأنني طلقتك، فكان من ألفاظ الكناية. وهبتك لأهلك، سرحتك، فارقتك كذلك الأمر، نعم. أمرك بيدك، أمرك بيدك، نعم، أمرك بيدك. اختاري كذلك، اختاري، نعم، يعني اختاري نفسك، اختاري نفسك في أمر النكاح، أو اختاري نفسك في أمر آخر، في أمر آخر. هل أمرك بيدك أحبابنا، أمرك بيدك واختاري، هذا ليس من هذان اللفظان، ليس من ألفاظ الكناية، وإنما هو من ألفاظ التفويض، من ألفاظ تفويض النكاح، لذلك عيب على المصنف
أنه أورد هذين اللفظين وليس من ألفاظ الكناية. فإذا قال زوجته أمرك بيدك، فهذا يراد أنك أنت الآن يعني لك أن تطلقي نفسك، لك أن تطلقي نفسك. وكذلك إذا ما قال لها اختاري، يعني كيكون كأنه فوض إليها الطلاق. فهذان اللفظان ليسا من ألفاظ الكناية، أمرك بيدك واختاري. فإذا قالت اخترت نفسي وقع الطلاق، قالت أمرك بيدك، قالت طلقت نفسي وقع الطلاق. أنت حرة، هذا من ألفاظ الكناية، أنت حرة، إما حرة عن يعني عن حقيقة الرق، أو حرة عن رق النكاح، عن رق النكاح. فكذلك كان هذا من ألفاظ الكناية، أنت حرة، تقنعي، تخمري، استتري. نعم، كذلك هذا كله إيش من ألفاظ الكناية، تقنعي، تخمري، استتري، لأنك صرت مني حراما يعني طلقتك. أو تقنعي، اختمي، تخمري، استتري من الأجانب، يكون هذا من باب الإرشاد والأمر بالتدين. إذا كان من ألفاظ الكناية، تقنعي، تخمري، استتري. أغربي، يعني ابعدي عني، لا أريد أن أراك. لماذا أغربي؟ أغربي، ابعدي عني لأنني طلقتك. أو أغربي، يعني اذهبي لزيارة أهلك فقد أذنت لك. فكان كلمة أغربي من ألفاظ الكناية، يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. أخرجي، اذهبي، قومي، كذلك هذا كله مثل قوله أغربي. ابتغي الأزواج، ابتغي الأزواج، يعني لأني طلقتك. أو ابتغي الأزواج من النساء، ابتغي الأزواج من النساء، لأن كلمة الزوج كما قالوا هو لفظ مشترك بين الرجال والنساء، أنت زوج زوجتك وهي زوج زوجها، فكلمة الزوج من ألفاظ مشتركة بين الرجال والنساء. فابتغي الأزواج لأنني طلقتك، أو ابتغي الأزواج يعني من النساء، من النساء، من مثيلاتك، كي تصاحبهن، يكون هذا المعنى، هذا المعنى. إذا أحبابنا، هذه الألفاظ المتقدمة كلها هذه ألفاظ كناية، هذه ألفاظ كناية. والكنايات، الكنايات، وهذا أذكره بين قوسين، الكنايات كما قال الفقهاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم من الكنايات يصلح جوابا، يصلح جوابا، ولا يصلح أن يكون ردا للطلاق، ولا يصلح أن يكون كذلك شتما، يصلح فقط، يصلح جوابا، يصلح فقط جوابا. قال وهي ثلاثة ألفاظ، ثلاثة ألفاظ، كان يقول لها أمرك بيدك، أمرك بيدك، اختاري، واعتدي. هذه الألفاظ الثلاثة تصلح جوابا فقط، تصلح جوابا، ولا تصلح شتما، ولا تصلح كذلك ردا. عندنا قسم ثاني من أقسام الكناية، قسم يصلح جوابا وشتما، يصلح أن يكون جوابا لها وأن يكون شتما لزوجته، ولا يصلح أن يكون ردا، وهي خمسة ألفاظ، خمسة ألفاظ: خلية، برية، بتة، بائن، حرام، وكذلك كل ما يرادفها. وعندنا القسم الأخير، قسم يصلح جوابا، يصلح جوابا وردا، ولا يصلح شتما، ولا يصلح شتما، كذلك هي خمسة ألفاظ، خمسة ألفاظ: اخرجي، اذهبي، اغربي، قومي، تقنعي، وكذلك ما يقوم مرادفاتها، كذلك مرادفاتها. إنام. ففي حالة الرضا، إذا كان في حالة الرضا فيما بينهم، إنام، لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق بشيء منها إلا بالنية، إلا بالنية. إنام. الاحتمال إيش؟ للاحتمال، هناك احتمال للطلاق واحتمال لغير الطلاق. طيب الآن هي ادعت أنه أراد الطلاق، هو ادعى أنه لم يرد الطلاق، القول لمن؟ قالوا القول قوله مع اليمين، القول قوله مع اليمين، في أنه إيش؟ لم يرد الطلاق، لم يرد الطلاق. إيه نعم.
أما في حالة مذاكرة الطلاق، هي تقول له طلقني، أو هو يقول لها لا أريد أن أطلقك طلقني، لا أريد أن أطلقك، قال الفقهاء يقع الطلاق بكل لفظ لا يصلح للرد، يعني بكل لفظ يصلح جوابا، وهو أن يقول لها مثلا أمرك بيدك، أن يقول لها برية، بائن، خلية، اختاري، اعتدي، هذه ألفاظ كلها تصلح لأن تكون ردا. فإذا كان في حال مذاكرة الطلاق يقع الطلاق بائنا ولا يصدق، وإن قال أنا نويت عدم الطلاق، قال لا يصدق ولا يقبل قوله، لا يقبل قوله. نعم، والمسألة فيها تفصيل، يعني ومر معنا مثل هذا الكلام كثيرا لما قرأنا في غير هذا المتن. إذا في حال مذاكرة الطلاق إذا تكلم معها بلفظ يصلح جوابا ولا يصلح شتما ولا ردا، ما الحكم؟ يقع الطلاق ولا يقبل قوله، ولا يصدق ولا يقبل قوله. إنا أخوان مولانا، سؤال، تفضل. المراد بالرد يعني أن يرد على أن يرفض، يعني يرد طلبها. قال ولو قال اعتدي ثلاثا، يعني اعتدي ثلاث مرات قالها، ونوى بالأول بقوله اعتدي طلاقا وبما بقي حيضا، يعني اعتدي نوى بهذه طلاقا، ونوى بعد ذلك بقوله اعتدي نوى بها الحيض، يعني العدة المتعارفة التي هي الحيض. نعم، ولو قال اعتدي ثلاثا ونوى بالأول بقوله اعتدي أولا طلاقا، ونوى بقوله الثاني اعتدي بالحيض، يعني قال صدق قضاء وديانة. طبعا ليه؟ قال لأنه نوى حقيقة كلامه أن العدة تكون بالحيض. نعم، لأن الإنسان لما يطلق زوجته في العادة يأمرها أن تدخل بالعدة، فلما قال اعتدي وقال نويت بها الطلاق وبالاعتدي الثاني والثالثة، أنا كنت آمرها بأن تدخل في العدة، لا أن تكون مثلا ليست ذات دين ولا تعتاد، يصدق قضاء. قال وإن لم ينوي بما بقي شيئا فهي ثلاث، قال لها اعتدي، قال نويت بالأولى الطلاق، نسأله ماذا نويت بالثانية والثالثة، قال لم أنوي شيئا، قال فهي ثلاث طلقات. إنا قال وتطلق بلست بامرأة، وتطلق امرأته بقوله لست لي بامرأة. طبعا تطلق هنا طلاقا رجعيا، تطلق هنا، لا يعني حبذا لو تكتب ذلك، تطلق طلاقا رجعيا بقوله لزوجته لست لي بامرأة، أو لست لك بزوج، متى تطلق؟ إن نوى طلاقا. إذن هذا الكلام كله الآن عن الطلاق الكناية. قال الطلاق الصريح، وقلنا أظن سابقا أن الطلاق الصريح هو ما لا يحتاج إلى نية، الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، سواء كان بائنا أو كان رجعيا لا يحتاج إلى نية. والصريح يلحق الصريحة، الطلاق الصريح يلحقه الطلاق الصريح. فإن قال لها مثلا أنت طالق، ثم قال ثانيا أنت طالق، ثم قال ثالثا أنت طالق، تقع ثلاث طلقات. فالصريح يلحق الصريحة. إيه نعم.
قال الصريح يلحق الصريح والبائن، يعني كما يلحق الطلاق الصريح الطلاق الصريح يلحق كذلك الطلاق الصريح الطلاق البائن. فلو قال لزوجته أنت بائن أنت بائن، أو خالعها على مال مثلا، خالعها على مال ثم قال لها بعد ذلك وهي في العدة أنت طالق، ما الحكم؟ تقع ثنتان، تقع ثنتان. فإذا الطلاق الصريح يلحق الطلاق الصريح، والطلاق الصريح يلحق كذلك الطلاق البائن، يلحق الطلاق البائن. قال والبائن يلحق الصريح، كذلك الطلاق البائن يلحق الطلاق الصريح. فلو قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق، ثم قال لها وهي في العدة أنت بائن، ما الحكم؟ تقع طلقتان. قال والبائن يلحق الصريحة لا البائن، لا البائن، يعني لا يلحق الطلاق البائن الطلاق البائن، لا يلحق الطلاق البائن الطلاق البائن. طبعا المراد بالبائن هنا الذي لا يلحق البائن، المراد بالبائن الذي لا يلحق البائن ما كان بلفظ الكناية، ما كان بلفظ الكناية. أعيد فأكرر، الطلاق البائن يقول الشيخ يلحق الطلاق الصريحة، الطلاق البائن يلحق الطلاق الصريحة، ولكن لا يلحق الطلاق البائن أي طلاق بائن لا يلحقه الطلاق البائن. المراد بالطلاق البائن هنا الذي لا يلحق، الذي لا يلحق البائن هو ما كان بألفاظ الكناية، ما كان بألفاظ الكناية. أما الطلاق البائن، الطلاق البائن الذي كان بالطلاق الصريح ولكن موصوف بصفة دالة على التفخيم والتعظيم، كأن يقول لها أنت طالق طلقة كالجبل، تقع بائنا. فإذا قال لها بعد ذلك أنت بائن تقع، لأن البائن الثاني غير البائن الأول. أما المراد بالبائن الذي لا يلحق البائن، البائن الذي كان بألفاظ الكناية، البائن الذي كان بلفظ الكناية. فلو أنه قال، لو قال للمبانة، لو قال للمبانة أنت طالق بائن، انتبه، قال للمبانة أنت طالق بائن، ما الحكم؟ يلغو قوله بائن، يلغو قوله بائن، ويقع قوله أنت طالق، يقع أنه أنت طالق بائن، أنت طالق هتلقتان، أنت طالق صريح وبائن كناية. فقال لي المبانة، قال للمبانة أنت طالق بائن، ما الذي يقع؟ يقع أنت طالق فقط، ولا يقع كلمة بائن. إن شاء الله الكلام واضح بإذن الله. ثم قال الشيخ رحمه الله باب تفويض الطلاق، باب تفويض الطلاق، كأن يقول اختاري نفسك إلى غير ذلك، سيأتي معنا هذا مفصلا إن شاء الله تعالى. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.